السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي في هذه الحلقة تاع اليوم. هذه الحلقة اللي كيف ما كتعرفوا غادي نشارك معكم طريقة ديال استعمال كثيرة. بعض الأخوات اللي لحوا عليا وأكدوا عليا بغاو يستعملوا كثيرة وما عرفوش الطرق الصحيحة ديالها. الكثيرة عندنا بزاف ديال الطرق، ولكن الطريقة الصحيحة هي اللي غنشارك معكم اليوم، والبسيطة يعني الطريقة الصحيحة والبسيطة. وبزاف ديال الأخوات بغاو يستعملوا الكثيرة ومتخوفين منها، بالعكس الكثيرة غنية بالعناصر الغذائية اللي كتفيد الجسم ديالنا وغنية بالألياف. يمكن لكم دائما قبل ما تستعملوا أي وصفة ناخذ المكون ونعمل عليه واحد البحث وروشيرش، يعني ونقلب على الفوائد ديالو، واش فعلا فهو كيفيد في ذاك الموضوع اللي مطروح عليه، يعني واش كتفيد مثلا في الزيادة في الوزن. لما لا ما نبخلش على راسي، نبحث مزيان على ذاك المكون عاد نستعمله في الوصفة باش نتأكد بأن فعلا كيعطي النتائج ديالو. قبل ما نبدا معكم هذه الحلقه تاع اليوم، كنتمنى من الناس اللي كيزوروا قناه جربحكم من اول مره، كنتمنى منهم يشاركوا معنا على القناه ويضغطوا على الزر الاحمر باش يتوصلوا بوصفاتنا فضلا وليس بامر. بالنسبه للكثيره اخواتي، هذا هو الشكل ديالها، فيها جوج ديال النوع، ماشي جوج تاع النوع يعني مختلفه في اللون ولا مختلفه في شي حاجه، هي فيها جوج ديال الانواع. فيها النقيه بحال هذه يعني اللي نقيه، وفيها ديك اللي فيها الشوائب اللي كيكون لاصق فيها تراب ولاصق فيها العواد ديال الشجره اللي كيحيدوا منها، مثلا بحال هذا الشكل هذا. النصيحه الكثير اللي بغيتو تستعملوا تناولوها، خذوها نقيه كاع، الا لقيتوا فيها بعض الشوائب بحال هذه يمكن لينا ننظفوها ونقيوها. يعني جوج ديال انواع، ما فيهاش جوج تاع انواع، هي نوع واحد، ولكن كاين فيه النقي وكاين فيه اللي كيلصق فيه بزاف تاع التراب وبزاف ديال العواد. هذيك هي اللي كنستعملو خارجيا اولا كنستعملوها للشعر. بالنسبه اللي كنتناولوها خصنا نقيوها، تكون نقيه، تكون بحال هذه تكون نقيه، ونزيدو نقيوها الا طحناها، يعني نزيدو نقيوها الا صرنا كيفاش نحيدو منها هاد الاتربه والاعواد. فهي اللون ديالها تيكون مائل البياض، بيضاء ونقيه. والاخرى ديك اللي كتكون قهويه كتكون فيها التراب وفيها العواد، هذيك تنستعملوها حتى هي كثيره، ولكن كتستعمل خارجيه للشعر ولا وصفات اخرى. بالنسبه للكثيره، الطريقه ديال الاستعمال ديالها، الا خديتي الكثيره خديتيها يعني نقيه، غادي تطحنيها عند العشاب حتى تولي على شكل بودره، يعني فهي رقاصه دايره بحال الدجاج. هذا هو الشكل ديالها، مطحونه وما مطحوناش بزاف، يعني العشاب هو اللي تتكون عنده لا ماشين ديال هاد الكثيره هذه اللي كتكون قاصحه، يعني الا خديتيها غادي تطحنيها عند العشاب. عزلي الكثيره تكون نقيه وطحنيها عند العشاب، ومن بعد جيبيها للبيت ديالك. طريقه استعمال سهله، نفيض واحد السيتو تاع الحليب، وفاش تجيبيها مطحونه ناخذ معلقه صغيره من هاد الكثيره اللي مطحونه ونديرها بداك الحليب ونخليه بيت ليله كامله حتى الصباح. غادي تلقايه داير بحال الجيل، يعني خاطر داير بحال الرايب. وهذاك الجيل غادي ناخذه ونحطه في الثلاجه ونبدا نستعمله مرتين في اليوم، ناخذ معلقه في الصباح ومعلقه يعني في المساء. بالنسبه لطريقه الاستعمال ديالها، الا خديتي منها معلقه فاش توجد تولي بحال الجيل، ناخذ منها معلقه كبيره نديرها مع العصير، نطحنها مع شي عصير، اولا نخلطها مع الشوكولا، اولا يعني نديرها مع ياغورت، يعني لان المذاق ديالها لا يطاق، يعني الا تناولتيها بوحدها ما تقدريش تناوليها. ناخذ معلقه من الكثيره اللي حضرت اللي كتكون بحال الجيل، كتوجد ليا في الصباح مع يعني كديرها في الحليب الصباح، كيصبح داك الحليب بحال الرايب. كنحطو في الثلاجه، كنبدا نهز منه معلقه كبيره في الصباح ومعلقه كبيره في العشيه في المساء، وناخذ هذيك المعلقه نخلطها مع اي شيء، يعني نضيف معها السكر ولا نخلطها مع ياغورت ولا نخلطها مع كاس ديال العصير باش نقدر نستعمل هذه الوصفه هذه، لان الوصفه الا استعملتيها الكثيره بوحدها ما تقدريش تناوليها. بالنسبه للاخوات اللي ما كيشربوش الحليب، يمكن لهم ياخذوا الماء في الليل، نص لتر ديال الماء ونضيف فيه معلقه صغيره ونخليه حتى الصباح، غادي يولي بحال الجيل. هذيك الكثيره هذه فاش تحضر ليا تولي بحال الجيل، حطها في الثلاجه ونبدا ناخذ منها حتى هي حتى تتكمل، ونكرر تحضير الوصفه حتى تنوصل يعني الوزن اللي بغيت مثالي. بالنسبه للكثيره، كونوا على يقين ان هي الا خديتوها كتعطي النتائج ديالها 100%، يعني لا داومتوا عليها، ولكن ضروري نساعدوا الوصفه بالتغذيه الصحيه، ويعني وتكون الحاله النفسيه مستقره الا بغينا الوصفات الطبيعيه تنجح معنا. بالنسبه للاخوات اللي ما كيفهموش الهضره ديالي وما كيفهموش اللغه ديالنا، غادي تلقاو الوصفه ويعني كيفاش تستعملوا الكثيره، غادي تلقاوها، غنكتب لكم الطريقه واستعمال ديال الكثيره في التعاليق. كنتمنى اخواتي الا كان هذا الفيديو كيستحق التشجيعات ديالكم، ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم، والا كان عندكم شي تساؤلات مرحبا بكم، وما تنساونيش بالدعوات ديالكم، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن المولى عز وجل.